يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. من كام سنة ظهر مصطلح كده اسمه التربية الحديثة أو التربية الإيجابية. أول ما ظهر هذا المصطلح، الأمهات بقى الحديثة والأمهات الجديدة بتوع الزمن ده بدأوا ينتهجوا هذا النهج، أسلوب في تربية أولادهم. لكن حصل نوع من الانشقاق ونوع من الخلاف ما بينهم وما بين أمهاتهم، بقى هم بيربوا أولادهم بطريقة، والجدة بقى اللي هي أمة الأم يعني بتبص لأولادها وتبص لأحفادها بطريقة مختلفة. دي عايزة تربي بطريقة ودي عايزة تربي بطريقة تانية خالص. المهم إن الأمهات الجداد مقتنعين بالتربية الإيجابية والتربية الحديثة، وبالمناسبة هي مناسبة لهذا الزمن وكلها فوائد بالنسبة للأبناء. يعني اللي تربينا عليه زمان ما ينفعش دلوقتي إن احنا نربي أولادنا عليه، لأنه الزمن مختلف، طريقة التربية مختلفة. احنا زمان كنا بنخاف من النظرة مثلا، كان يجي والدك يبص لك بصة بس انت تقعد في مكانك ما تتكلمش. دلوقتي انت تبص ما تبصش، هو اصلا يعني ما هو شايف انك بصيت له، يعني شايف ان دي نظره عاديه جدا، ممكن تكون متضايق شويه مش مشكله، شويه والدنيا هتعدي. فالزمن مختلف وطريقه التربيه مختلفه من جيل لجيل. في مثل عندنا بيقول ان كبر ابنك خويه، لكن امتى تخويه؟ دي نقطه مهمه جدا. انا شايف انه ابنك من اول ما يبتدي يفهم ويبتدي يعي ما حوله، يكون مثلا عنده 4 سنين 5 سنين، تبتدي انت هنا تبتدي تتكلم معاه وتصاحبه ومش عارف ايه والكلام ده كله. اول ما يوصل 10 سنين ده لازم يكون صاحبك، لان انت الفتره من 10 ل 13 سنه انت لازم تكون قريب منه جدا، لان هو بعد ال 13 سنه مبدئيا حتى لو كنت مربيه كويس جدا وقريب منه طول الفتره دي هو هيطلع شويه. فتره المراهقه معروفه ان هو هيطلع فيه. الجميل في الموضوع انك لو مربيه كويس هيرجع لك تاني بعد الفتره دي على طول. حقيقي. وانا طبعا انا ما عنديش ولاد، لكن انا لما قريت عن التربيه الحديثه انا بسمع عنها كتير، وزي ما شاذلي قال يمكن دي الحاجه اللي احنا بنسمعها كتير اليومين دول من كل ام جديده، يمكن تقعد تقول لك انا عايزه يعني اربي ابني بالتربيه الحديثه، ونلاقي في الناحيه الثانيه على جروبس بتاعه الماميز على السوشيال ميديا بيقولوا انا مش عارفه استخدم التربيه الحديثه وهبتدي اعنف الطفل. طبعا ده كان بيبقى اكيد هزار، وانه بيحاولوا على قد ما تقدروا ما يقدروا الامهات ان هم يتعاملوا ويتكلموا مع الاطفال والحاجات دي كلها، لكن مع الوقت بيحسوا ان هم طاقتهم نفذت. خلونا الاول نعرف كده مع بعض يعني ايه اصلا التربيه الحديثه. يمكن ده من الحاجات او المصطلحات اللي بنسمعها كتير قوي مؤخرا، لكن هل احنا فعلا فاهمين يعني ايه تربيه حديثه ولا لا؟ في الحقيقه احنا لو رجعنا لديننا هنلاقي ان هو ده اصلا اصل كل التربيه، انك يبقى في عدل وفي مساواه. زي ايه؟ ان انا اسمع الطفل، الانصات الجيد، ما بقاش قاعد يعني متربص له كده كل ما يعمل اي غلطه شفت انا قلت لك انت هتغلط، او مثلا ان انا الومه بدل من ان انا ادور معاه على الحلول. دي اكيد مش التربيه الحديثه. التربيه الحديثه هي ان يبقى في حب غير مشروط، يعني ما افضلش اقول لابني انت لو عمل انا هحبك او هبقى مبسوطه منك لو عملت كذا، لو صح، نجحت، لو جبت درجات حلوه. لا، مش دي التربيه الحديثه، او مش ده الصح اصلا. خلينا نتكلم التربيه بشكل عام. التجربه الذاتيه للطفل، لازم الطفل يبقى ليه تجاربه الذاتيه، ان هو يبقى بيتعلم من غير ما انا اقول له حاسب لا تقع، حاسب لا، سيبه يتعلم بنفسه، سيبه يقع مره، سيبه يقع مرة طالما وقع مش خطر يعني، أوكي. لأن أنت مش هتفضل معاه في طول الحياة، هيدخل مدرسة وهيدخل جامعة وهيروح الشغل وهيتقابل مع ناس، وساعتها هو هيقع، فسيبه يقع وهو صغير يتعلم من ده. الحوار والمسؤولية والاستقلالية، الابتعاد عن العنف والضغط اللي احنا ساعات كتيرة يمكن جيلنا تعرض له، مش عنف على قد ما هو كان طول الوقت فيه نوع من أنواع اللوم مثلا يعني. وطبعا الأجيال بتختلف والمفاهيم بتختلف، والنهاردة في تكنولوجيا يمكن أكتر وفي انفتاح للأطفال من سن صغير. يعني الطفل اللي عنده 10 سنين ويمكن احنا كان معانا فقرا امبارح لطيفه قوي، عندنا اطفال 12 سنه و11 سنه خدوا جوائز وقادرين يوصلوا لمكانه عاليه ويبقى عندهم وعي ومعرفه واطلاع. فالنهارده الموضوع اختلف. امتى بقى انا يعني لو عندي اولاد يبقوا صحابي؟ انا من الناس اللي هحاول اعمل ده من سن يعني، وهم سنهم بدري قوي يعني، اللي عنده 5 سنين 7 سنين 8 سنين هبتدي اتكلم، بنربيه لحد ما يفهم يعني، لحد ما يفهم مثلا يوصل لسن 10 سنين هو كده خلاص يعني، نحسسه ان هو ناضج يعني. انا حسسه في الوقت ده ان هو خلاص بالزبط. بقى مدرك كويس وبقى ناضج، ودي حاجه كويسه. في نقطه كمان مهمه بس انت، انه
احنا لازم ندرك كاباء وامهات ان في سن معين الاطفال ما بقتش اطفال. حقيقي. في ناس بتفضل تتعامل مع الطفل على انه ما زال صغير، ففي ناس بتاخد احدى او احد الطريقين، يا اما الدلال الزايد جدا ويفضلوا يعاملوه على انه طفل، يفضلوا يدلعوه بقى ما هو لسه صغير وبتاع، فيكبر متعود على الدلع ده ما يشيلش مسؤوليه. على الجانب الاخر في ناس بتعامل اولادها بشده وهم صغيرين، لما يكبر شويه بالمناسبه ما ينفعش. هو طبعا احنا رافضين الشده في كل الاحوال، لكن لو انت حتى كنت بتزعق له وهو صغير وبتوجهه، لما يكبر شويه هيبقى صعب الكلام ده. فانت لازم عليك ان انت تدرك ان هو لما يوصل لسن 10 سنين 11 سنه ان انت في هذا التوقيت ما ينفعش تعامله بنفس الطريقه اللي كنت بتعامله بيها زمان. ليه؟ لان هو نفسه نضج، هو نفسه عايز زي ما بنقول احنا كده رجليه شالته، فبقى فاهم كل حاجه، وهو متخيل يعني هو فاهم كل حاجه، بس عايز يجرب وعايز يعمل كل حاجه. ايه الميزه؟ ان هو يعني يسمع كلامك قدامك وانت قاعد وعمال تزعق له وتدي له توجيهات ونصايح، يسمع كلامك واول ما تدي له ظهرك يعمل اللي هو عايز يعمله. حقيقي. فبالتالي فعلا انت واجب على اي اب واي ام ان هم يصاحبوا اولادهم. انا زي ما قلت لك يا بسنت، شايف ان السن المناسب من 10 سنين لحد سن 13 او 14 سنه. من بعد 14 سنه ممكن يبقى متفاوت برضو يعني، طبعا بتختلف من طفل لطفل طبعا. 8 يعني. اكيد 12. لكن خليني اسالك، انت بنوتك عندها كم سنه؟ عندها 8 سنين. ما شاء الله، انتوا صحاب جدا. بحاول دايما اقول لها انت يعني انت صديق يعني بقولها صديق الصدوق. هي بتقول انت صديق الصدوق، وانا كمان بقول لها انت صديق الصدوق. ربنا يخليها. فبحاول اقرب منها، لكن بالمناسبه هي برضو والدتها بتكون اقرب لها في حاجات كتيره جدا، في تفاصيل متعلقه باصحابها في المدرسه، لما بتيجي تحكي مثلا بموقف حصل في المدرسه، الميس ما اعرفش مين قالت ايه، كل الكلام ده هي بترفض ان هي تحكيه لي، يعني شايف ان انا بعيد عنه، مالكش دعوه انت بالموضوع فعلاً. ده مالكش دعوه انت، احنا اصحاب في اللعب والهزار وحاجات كتير. هل بتخاف منك شوية أن هي تحكي لك أي حاجة أنت حطت لها زي يعني رولز كده معينة أو قوانين أنه ينفع تعملي كذا أو متعملش كذا؟ ما عرفتش أمشي في موضوع التربية الحديثة ده بمنتهى الأمانة، يعني بحاول قدر الإمكان، بحاول قدر الإمكان أن أنا أمشي في موضوع التربية الإيجابية والتربية الحديثة، لكن مش عارف، فأنا سايب الموضوع لمامتها بصراحة. في الحقيقه يعني على كل حال بيبقى حسب البنت، بحسها بتبقى اريح شويه مع مامتها، لانه الام بيبقى عندها طول بال ان هي تسمع. الاب شويه لو سمع حاجه يمكن حتى لو فيها ده زميلي في المدرسه مش عارفه يبتدي يتعصب، خلاص هو على ايه، خلينا مع الامهات هم اللي بيعرفوا يعملوا ده. كمان من الحاجات المهمه جدا جدا العواقب لا العقاب، ان انا اعرف الاولاد لو عملوا حاجه غلط انه هيكون في عواقب لده بس مش عقاب. يعني مش لازم انك لو عملت حاجه احنا متفقين ان هي ما ينفعش تحصل ان يبقى في دايما عقاب ليك، على قد ما العواقب بتاعه ده هيكون ايه. يعني انت لو نطيت من السور ده هيحصل ايه، بدل ما عاقبك لا انت هتقع ورجلك هتتكسر. فابتدي اتكلم مع الاولاد في سن صغير وافهمهم انا ليه بمنع ده، مش اللي هو كده وخلاص مفيش نقاش في ده، لا لازم نقعد ونتكلم ونفهم مع بعض. طبعا انا بقدر جدا انه مش كل الوقت كلنا بيبقى عندنا الطاقه دي، مش كل الوقت كلنا قادرين يبقى عندنا مساحه من التعبير او ان انا قادره اتكلم. معظم الامهات والاباء دلوقتي في شغلهم من الساعه 9 للساعه 5، فبيرجعوا البيت بيبقوا يا دوب مش قادرين يعني. فيمكن الوقت ده مهم جدا جدا ان احنا نديه لاولادنا حتى لو احنا مش قادرين وحتى لو طاقتنا خلصت. على كل حال ده سؤالنا، وحابين نشارك مع حضراتكم يعني تجاربكم بقى الشخصيه. لو انت من الناس اللي بتهتم بالتربيه الايجابيه، امتى ابنك يبقى صاحبك؟ شاركونا باجاباتكم، هنستعرضها ان شاء الله خلال حلقتنا النهارده. السؤال ده موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم. نصبح لحضراتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.